فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخونا يسأل ويقول: لماذا لم توضع البسملة في بداية سورة التوبة، وهل هناك دليل نحتج به؟ جزاكم الله خيرا. نعم، سئل عثمان رضي الله عنه عن هذا فقال: إن سورة البقرة، سورة الأنفال وسورة براءة متقاربتان في المعنى، ولم ينزل كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بينهما، فظن عثمان ومعه من الصحابة أنهما سورة واحدة فوضعتا جميعا في مكان واحد ولم توضع بينهما آية بسم الله الرحمن الرحيم، لعدم وجود الدليل الذي يدلهم على أنهما سورتان، فاحتاط الصحابة وجعلوهما متجاورتين من أجل هذا، لأن الصحابة لم يحفظوا نزول بسم الله الرحمن الرحيم بين هاتين السورتين. هذا هو المشهور الذي رواه أهل العلم عن عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف في خلافته رضي الله عنه. نعم.